في المناسبة الذكرى 51 وفاة الزعيم القران المجاهد عبد الكريم الخطابي، نجي نترحم خاص روحين الطاهرة الأرواح لكافة الشهداء الديمقراطية الاستقلال للوطن المغرب خاصة ذاكي عريف. إذا رأيت هذه المناسبة باش نسيور الأخ عبد الكريم رجل المعلم أول من أجيال قناضنا من أجل الاستقلال من أجل التحرر زي الاحتلال الاستعمار الأجنبي خصنا نفهمو شنو الدرس لا مقران. الحقيقة تجد بزاف الدروس ولكن الدرس الأساسي وهو أن عبد الكريم رجع يتملك الخطاب القضايا العصر ينس ونشنيني في السنة بواقع بريدي ينس نتملك القضايا العصر نشني. عبد الكريم رجع من بين العبار من الصغاي وذان على الأقل خسان شنينا في الصغار وهو أن الشعب نعرف يجان جزء زي الشعب المغرب ثم القضية رأس الشعب هو إذا كل شيء الشعوب في المنطقة وفي العالم يكمر إذا جاء القضية التحرر الوطني قضية الاستقلال وثور الجبهة القضية نسو حسوة إذا جاء القضية الشعب الساكنة إذا جاء مساجم يقل الفكر والمطالب والروح النضالية إذا جاء العالم يكمر ويجبه الاستثناء غريب في الأجواء لجنك العالم. ولذلك راح بعيد ينجح يسجل الموقف سجل البصمات من ذهب يذكر الشعوب في كل مكان. كذلك الأدوات نستعمل عبد الكريم يمجاهد كيدس إنه يترجبو حبس لأنه يترجبو الزعيم ويجيبو الزعيم خارج الزعامة من المرق في وسط الشمايث لما يريد الزعيم رجع كروستين المجاهدين كروستين ياكازان ويسجل الزعامة يسجل البطولة في التاريخ. ناو انت المناهج تستعمل التحرر كذا إلى الجان غاس نجل الصفة الحداثة سواء في التفكير في الجمهورية في البناء في شق الطرق في الهاتف استعمال الطائرة استعمال السيارات ثم الطموحات الرغاس باش هذيك التحديث ذا ديال المنطقة. ودي واش القضية تذكر انت على الماضي نغى المقابر نغى الأفكار من القرون الوسطى بالعكس تري تفكا للمستقبل. ولذلك اللي تعتمد في العلم تعتمد في الفكر تعتمد في القراءة يتوسطها وينس للأجيال المقبلة باش أضغان باش أذارين وخوص السن مش أذارين وثالث جن حكمة تمقرد. كذلك التجربة من بين العبار نجا دخل السير الوقت وهو أن مولي محمد نقال ندعوني وذان غا التفكير بهدوء والضرب بقوة أنه في السنة القضايا أنه في كاسر عقر ماشي سل الأعصاب ماشي سل المزاج ماشي اسمه هو مرحلي وإنما اسمه هو استراتيجي التفكير العميق للمشاكل والقضايا من المجتمع ثم أرخذ مثل تلي قوية لأنه أنت لجساكوتي صامت ولكن جميع القرارات والأفكار نفسي نفسي تنسي النقاش التفكير الهادئ والتروي والاستشارة الزعماء من الوقت. ولذلك رجعت المبادرة نص مبادرة حكيمة سواء في مواجهة الإسبانيون في المواجهة الفرنسيز أو في مجموعة الخطوات قاعدة من الهجوم مثلا من ليليا الشاون فاس جا ممكن إذا كان ممكن تغذيات في المعارك هنا ولكن أتفي خسادة يسنت الطاس أتفي الجنة في السورة مغانتي الأجيال المقبلة
وإن كان بعض الباحثين والمؤرخين تعتبر المناني الخطأ استراتيجي التفكير العسكري، ولكن التفكير الإنساني التفكير العقلاني للجنرال مولاي محمد جعليه هذه فكا مليح هذه هي الموقف الصائب. مش إدارة بكريان 51 إخسان غشنين سائلخ في النور كريفيا مغربيا كلشي ودان اللي جا تحترم التجربة يضاو سائلخ في النور واش نتفكا نهارا دي القضايا المطروحة باش هاديك ما هو إيجابي زد تجارب بين الأجداد من أجل باش غنغير القضية. القضية أعتقد نهارا نتجا نطروحة هي قضية الديمقراطية قضية التنمية تتناول نفس الجدية الإخلاص الوفاء رجال غير جدود النور ومن بينهم مولاي محمد الزعيم القران نجان إخسان وهن تاريشة لجن الصنام لجن الصنام ايش نتفكى مارزي ماراني بس انتو رقيبان لا بالعكس إخسان هنا لجن المعلم يكجان الدروسين لا تنتهي تكمل انت الزمان مرة تلاحظهم روخي الجاب عدد الكتب عدد المنشورات عدد الكتابات وهذه البداية مشجعة ولكن خصنا على المزيد نخدم على مستوى استيعاب باش نستوعب التفكير النص مليح باش نمسح الأساطير باش نصحح الأساطير من الجانب الأعداء التفكير واقف تحاول زعنق الأجيال من خلال ترويج الخرافات والأساطير والأكاذيب وتزوير التاريخ وإعطاء أبعاد ماشي حقيقية كي ميلاد كنريفيا وميلاد مولاي محمد سواء ذا جارنا بالعريف أو إيك الخصوميس داخل الوطن أو إيك الأحزاب الرجال تمنى كيسان بسرعة كيسان نتيجة لمواقف إنسان نتجان مغروي لغا الاستقلال بأي وسيلة كانت وانت أدت تمان سن نهارا تمان العجز سن تمان بعض الخيانات نوقع في التاريخ عذروخ تضع عندي ولا تحاول نذني لخ التاريخ هو أم المذكرات وحربان مثلا وإن كان من حقه غير المذكرات ولكن التاريخ لا يرحم لأن السياسي العدو من يتعلم هو هذا المؤرخ مادام المؤرخين ديال المغرب الصغدن مادام الزعماء الحقيقيين المغرب الصغدن طبعا الإشاعات استمرت لأنه يظهر عادي وذن وفي مش ملاح الدرس المولاي محمد هذا مناسبة باش ندعم مرة أخرى وذن باش نعاود نتغان مليح باش هذيك البريكولا هذيك الأفلام هذيك المسرحية هذيك الندوات هذيك الشعر هذيك المكتوب ثم في نفس الوقت كان باش دارنا الروفاتينس ماشي كروفات وإنما كرمز كرمز من أجل باش دارنا أمكنني من ديك الإدارة مثل كذا مجموعة المتاحف ذاك الشمال ديال المغرب عم أثناء عمان التفكير مولاي محمد التفكير الحقيقي من أجل بناء المغرب الديمقراطي المتقدم المزدهر والمتضامن